الطوق يا خالد الطوق. لك شو صار لك؟ لا تفضحينا. قومي خالتي قومي قبل ما حدا يشتري علينا. قومي قومي شبكي. يلا نرجع. مريم إيه؟ هو نفس الطوق اللي انا عندي يا خنطق منطق. يو شو عم تقولي لك بنتي؟ حتى صالحه اختها لمريم لابسه نفسه برقبتها. انت متاكده انه الطوق اللي عندك نفس الطوق هذاك اللي شفتيه؟ لك متاكده لكان شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين طوقك هلا؟ بالغرفه. روحي تقبريني هاتي وتعي لهون. اعوذ بالله. شو هالقصه الغريبه العجيبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف شوفي يا ربي شوفي. هذا الطوق نفسه ذاته، نفس السلسلة ونفس الخرزة. ايوه مزبوط يا خالتي مزبوط. شو تفسيره لهذا الحكي خالتي؟ حكي لي مشان الله احكي. هدي حالك تقبريني وخلينا نفهم شو القصة. مو بايدي مو بإيدي خالتي مو بإيدي. ما بعرف ليش قلبي عم بيقول لي إنه في شيء ورا هالطوق، في سر ورا هاي القصة. مشان الله يا خالتي لازم نعرف. أنت بس هديلي حالك، استهدي بالرحمة. لو سألين مريم أو صالحة عن قصة هذا الطوق كنا أكيد فهمنا شو في. بس أنت الله يصلحك ليش شديتيني وطلعتيني عمل وجهي من البيت؟ وحدي الله لك بنتي واستهدي بالرحمة. أنا رح فوت لعند عمك أبو حسان شوي وأنت روحي غيري لي أواعيك ورجعي لنقعد مع بعض لنفكر كيف بدنا نحل هاللغز. يلا حبيبتي يلا. لك شو يلي عم بيصير يا أهل الله؟ شو اللي عم بيصير؟ لك مزبوط طوق مال الشام بيشبه طوق مريم وطوق صالحة خنطق منطق. لك ويلي بحط القعد بالكف اني حضراني اغلب اعراس الشام وشايفة صيغ الحريم حرمة حرمة وصبية صبية وعروس عروس، بس ما شفت مثل هالطوق ثلاثة على مر ايامي وسنيني. يا الله لك شو تفسير هالشي يا ام حسان؟ معقول تكون مال الشام بتخص مريم وصالحة بقصة أطوار؟ بس اللي بعرفه مال الشام أصلها من حلب. أنا ما عاد فيني أعلمه ولازم شوف حمزة وأشرح له السيرة. لازم بس انت خليك هون بالمالكاني كم يوم وانا بصير بخبرك كل شيء عم يصير بالحارب. اسمع شو بدي لك، ما بدي باي حال من الاحوال حدا يدرى اني بالشام. يا طلال لعيونك ابو العباس ولو ولا تطول علي. لعيونك بدك ضل معك هون؟ لا لا اروح شق على الميمه واطمن عليها وبكره الصبح بترجع. ايه بامرك. يلا السلام عليكم. هوني لك يا بنتي هدي حالك، هالقصة ما بيحلها غير عمك حمزة. عمي حمزة؟ قولي على أنتي، ليش عمي حمزة سائل علينا من يوم يوم وتاركنا؟ أنا هلأ رايحة لأسأل عنه معارفه وأصحابه، بس أنتي اهدي واركني. بوس إيدك لا تطولي. لا يا أمي مشوار الطريق روح رجعة،
بس انت تمسكي بالمعوزات لبين ما ارجع. ايه مسكي هذا الطوق. يلا السلام عليكم خالتي. لا تطولي خالتي. لا يا تقبريني ما راح طول. لازم شوف طلال، يعني لازم شوف. بس يا خالتي بحسان اكيد بيكون طلال مع المعلم حمزه بحلب. معلش ولو كان، دق الباب على اهله بنسالهم اكيد بيعرفوا عنوانه. طيب امرك خالتي امرك. يلا مين؟ انا صبوحي. صبوحي شو جاي مقلا؟ ومين معه؟ معي خالتي محسان. اهلين خالتي محسان. خير تاريك انت هون وصبوحي عم بيقلي انك انت بحلب مع حمزة؟ ايه خالتي، هو انا كنت بحلب بس رجعت الليلة. طيب وحمزة ليش ما رجع معك من حلب؟ خير خالتي محسان، احكي لي في شيء. ايه عاوزته لحمزة ضروري ضروري. خالتي حمزة بحلب عنده شغلة بيقضيها وبيلحقني بعدين. لا من هاللحظة بتنزل لحلب وبتجيبه، عم تفهم؟ لانه اللي صاير ما بيتحمل الانتظار بنوب بنوب. طيب خالتي بالأول فهميني شو صاير لأنه شغلتي لي بالي كتير. أنا لازم شوفه وأحكي له إله بالذات لأنه القصة فيها حياة أو موت لك ابني. طيب خالتي شرفي لنا أقعد جوا ونحكي بيني وبيني. لك يا ابني ما رح يجينا عود، الله يرضى عليك. فوت غير أواعيك، يلا قوامت بسرعة، من هاللحظة لازم تروح جيب حمزة من حلب. يلا صبوحي روح أنت على البيت. روح إذا بدك، بروح معك على حلب. لا خلصنا لك صبوحي، روح على البيت إذا عطست شي بخبرك. روح أمرك. يلا خالتي رح غير اوعيه واطلع لعندي. يلا بس خفها شوي الله يرضى عليك. يلا ايه بامرك. يا رب يا رب. ابو العباس جاي ومعي خالتك ام حسان. هيك اتفقنا انا وياك. لا خلصني هلا بحكي لك بعدين. اهلين خالتي. اهلين خالتي. هذا انت هون والدنيا قايمه وقاعده بغيابك. ليش خير شو صاير خالتي؟ شو في؟ نحن اليوم وصلنا من حلب. وصلت من حلب وجيت على الملكانه. قول لي اطمن على خالتي شو صاير فيها بغيابك. لا خالتي احكي لي شو في. ايه انا يلا ليك خالتي احكي، شلشتيني ها. خليني اقعد بالاول وبعدين بحكي لك. شرفي أهلي وسهلين خالتي. الله يسلمك. وهي عدي كنا أنا ومالي الشام اليوم عم نحضر عرس بنت أبو طالب. أبو طالب ما غيره؟ إيه أبو طالب ما غيره صاحبك. بس السيرة خالتي مو هون. لكن وين؟ بالعرس يا خالتي صار شي ما بيفوت الأهل بنوب بنوب بنوب. شلشتيني خالتي احكي لي. خالتي مال الشام هي شافت برقبة العروس طوق تقول خنطق منطق بيشبه الطوق اللي كانت لابسته وقت اللي اجت لعندكن وهي صغيرة. ايوه. وصارت مال الشام بدها تعرف شو سر الشبه بين الطوقين. علي الحلاج جننتيني خالتي، ما عم بفهم عليكي، شو قصدك؟ ها ها ها، معناته لازم يكون في صلة بين بيت أبو طالب وبين مال الشام. صلت شو؟ الطوقين اللي عم نحكي عنهم مالهم شبيه بكل الشام ولازم يكون ورا الشبه في لغز. خالتي أنا ما عاد فهمت شي. أنا عم بقول يا خالتي يمكن تكون مال الشام بنته لأبو طالب. بنت أبو طالب؟ إيه. عوز بلا خالتي، شو عم تحكي أنت؟ كنا درينا بهالشي من زمان. ومنين بدك تدرى بقى؟ خالتي أنا طاش حجري. ها هديلي حالك وخلينا نعرف إذا كان أبو طالب عنده بنت ثالثة أو لا غير مريم وصالحة، وساعتها بينفك اللغز. خالتي والله ما أنا راكبة، ما أنا راكبة منو
مال الشام على قول اخي عباس الله يرحمه بنت تاجر حلبي، شلون بدها تكون بنته لابو طالب؟ من شغلة الاطواء لخالتي باينه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ما سيري، معقوله مال الشام تكون بنته لابو طالب؟ خير يا رب. شو هالشي اللي مستعجل اللي بخلي خالتي ام حسان تلطش ملطشة على حمزة لقوا بنصاص الليالي؟ لك ايه هو من غير شي جاي الدنيا موس عنده وماله طايق حاله بعد ما رجع حايد الرجال. خالتي ام نطلوع الضو بتروحي لي على بيت ابو طالب وبتخمي لي الجو من تحت لتحت، بتشوفي لي ابو طالب كاين عنده شي بنت ضايعه مفقوده، يعني شوفي لي شو السيره. خلص خالتي لا تاكل هم من هالناحيه ابدا، انا رح اتصرف. وبتبلغيني شو بيصير معك على حالك خالتي الله يرضى عليك، لانه عقلي رح يسحل من محله. اخ يا خالتي واخ، وانا كمان بدي اعرف شو السيره. لك بدي اعرف شو سر الشبه. ما بدي وصيك يا خالتي، ما بتجيبي سيرة قدام مال الشام بنوب بنوب لبين ما نشوف شو الموضوع وتبين معنا السيرة. لا توصي حريص لك خالتي، لا توصي حريص. عمي ابو العباس شرف، هي احلى كاستين شاي على الحطب. بلاها الشاي خالتي. لا يا خالتي بعد ما تعذبت فيه. طلال الله يرضى عليك، بتوصل خالتي محسان على الحارة وبترجع لعندي مثل الطير الطاير. ضيق شوي، صاير شي احكولي والله مغوشتولي قلبي. بعدين طلال، بعدين بحكي لك. امرك ابو العباس. شرفي خالتي شرفي. خاطرك خالتي. معونة خالتي. الله معكم. الله يسلمك. شو يا بيقولوا رجعنا على الحرم. خلاص بعتت خبر ورا عمك، بكره ان شاء الله بيكون بالشام نشرح له السيره عسى يلاقي لها دوبار. ما رح يجيني صبر لبكره، وهذا غير انه يا خوفي عمي ما يوفي بمواعيده مثل العاده. لا بكره باذن الله بده يكون هون، لانه انا بعتت شاب من معارفه لحلب ما بيرجع الا هو وياه. انت بس استهدي بالله يا بنتي، فوتي نامي وانا كمان ناس بدي نام. تصبحي على خير. بالمهلي حبيبتي. شرفي اهلا وسهلا. مبارك ما عملتوا وعقبال عن صالحه وطالب يا حق. الله يبارك بعمرك، اهلا وسهلا فيك. الله يسعدك. شو جبتي لنا معك مال الشام؟ غير مره اختي ام طالب، ان شاء الله الجايات اكثر من الرايحات. يو الله وكيلك يا ام حسان، اول ما شفتها لهالصبيه تعبت هيك بقلبي مثل السكره، وبناتي بيموتوا عليها. وانتو كمان اختي ام طالب والله بتنحبوا قش لفه وبتفوتوا على القلب بلا احم وبلا دستور. هذا من ذوقك تقبريني. صالحه عملي لنا قهوه تقبريني. يا عيوني يا ماما. شو هالبنات اللي عندك يا ام طالب، ما شاء الله عليهم بيخزي العين، حلاوه وقطافه وظرافه وغير شكل.
هذا من ذوقك ولطفك تقبريني. ولا مريم اللي كانت مصمودة مبارح ما شاء الله عليها مثل الأميرة. والله يا أم طالب بيلبق لكم العز والجاه. يخلي لي ياكي ما أحلى هالحكيات. إن شاء الله بتسلمي لي. بيني وبيني لو أنا بدالك لجيب 20 بنت من صنف صالحة ومريم الله يسلمها. إذا من لب فرنسا كولونيل قده ودلقه طار أعله بخلفتك يا أم طالب. الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. إيه ما اختلفنا الحمد لله على كل شيء. بس والله والله بزمتي وديني كانت مريم وصالحة أحلى بنتين بين الحاضرات كلهم بالعرس. لك دخلك شو بتاكلي لحتى بناتك بهالحلاوة كلها؟ لك إن شاء الله بتقبشيني ما أحلى الحكيات. أنا باكل زبدة وسكر عن جد. فلقتين قمر يخزي العين حولهم وحواليهم. لكن لو كنتي شفتي بنتي الله يرحمها وش السعد شو كنتي بدك تقولي؟ يوه ليش كان عندك بنت وماتت يا أم طالب؟ كان عندي بنت بتقول له للقمر قوم لا أحط محلك. بعت الحمى عليها وشلون ماتت؟ هذا يا ستي بيوم من الأيام طلع أبوها عصقاء عمت لحقته كتير كانت تحبه لأبوها ودورنا عليها قلبنا الدنيا وما كنا نلاقيها. يبعت الحمى عليها. وبعد شهر زمان خبرونا أنها تقوصت مع الفرنساوية. يوه يعني أنتوا شفتوها بعيونكم لما تقوصت على إيد الفرنساوية أم طالب؟ لا والله يا أختي أم حسان بس وقتها مختار الشاغور هو اللي خبره لأبو طالب على الحكاية وما حدا تعرف على جثتها. تقبر قلبي دفنوها بتربة بابل صغير. يعني أنتوا ما شفتوها بعيونكم لما توفت وصارت الحادثة يا أم طالب؟ لا والله ما شفناها بس كل شي كان بيقول انه هالبنت اللي ميتة هي بنتنا. وقديش كان عمر البنت لما توفت؟ يعني بدك تقولي كان عمرها 2 سنة 2.5. الله يرحمها. تعيشي تعيشي وتترحمي يا ام حسان. لو بتعرفي قديش كان ابو طالب يحبها لهالبنت كانت الدنيا كلياتها بكم وهي بكم. ايوه ايوه كان قدومها خير علينا وعلى ابو طالب وعلى الشام كلها. يوم اللي ولدت اجا نصر كبير لرجال ابو طالب. يا عميك اهلا وسهلا بحبيبتي. الله يسلمك حبيبتي. يسلموا ايديك يا حبيبتي. يخزي العين من عيني على الطوق اللي لابستيه برقبتك يا صالحه. هذا من ذوقك خالتي محسن. شكرا محسن. هذا الطور بزمانات أبو طالب جابه لوش السعد. ايوه وكان هذا الطوق من 4 حبات بيشبهوا بعضهم البعض خنطق منطق. ايوه قمت انا حسيت على البنات انهم انغاروا من اختهم. قمت طلبت منه لأبو طالب اني انا حط كل حبة بسلسلة علقها برقبة كل بنت. يعني وش السعد اللي انفقدت كانت حاطة برقبتها طوق مثل الطوق اللي حطته صالحة. هي تقبريني كان برقبتها في طوق مثله بيشبهه خنطق منطق. الله يرحمه ويرحم طالب. طمني خالتي شو صار معك؟ مثل القصص والروايات لك خالتي مثل القصص والروايات. ابوس ايدك فهميني. على اذنكم احكي لي خالتي. والله يا خالتي اغلب الظن تكون هالبنت بنت ابو طالب. الله اكبر كيف هيك؟ والله ما بعرف لك خالتي هذا اللي صار. خلينا نقعدنا بشي مكان لأنه أنا رجلي ما عادوا حملوني من اللي سمعته. شرفي خالتي شرفي يلا شرفي.